السلام عليكم. البنات او المامي هوت اللي كانوا سألوني عن شيالة الاطفال، نعم اسكت شوية، عن شيالة الاطفال اذا كانت مضرة ولا لا، وينفع اشيل البيبي فيها من قد ايه، وتشال ازاي وهو نايم على جنب. تمام، اولا دي شيالة الاطفال، تمام، دي اسمها جراكو. دي من في اولا كده في نوع شيالات، مش هكمل الفيديو انا عارفه، تعال بسم الله. في نوع شيالات تصلح للبيبي من اول يوم، في نوع تاني ما ينفعش غير بعد 4 شهور. الحقيقه دي من نوع الشيالات بتاعه البيبي اللي ما اللي تنفع من اول يوم للبيبي. هي صنعت خصيصا لكده، يعني هو لما جيت اشتريتها هو قال لي، البايع قال لي انت هينفع تشيليه فيها من اول يوم، يعني مش مضره ولا حاجه. ولكن في هي كمان، بصوا يعني انا مش عارفه هو واضح عندكم ولا لا، طريه ومش خطر. هو انت يا استاذ مش عايزني اعمل حاجه خالص؟ دي اول حاجه. تاني حاجه اللي مش هعرف اقولها منه، طبعا انا قطعت الفيديو وعملت واحد تاني عشان استاذ انس ربنا يبارك فيه. تاني حاجه بقى، ان هي زي اي شياله ممكن تتشال كده وممكن تتشال كده بالجنب، ان انا احط فيها البيبي ونروح شايلها كده. طيب لو عايزين نشيلها كده هنعمل ايه؟ عادي جدا، ادي الايد اهو كده، الايد التانية احطها كده، ويا اما هي ليها من هنا، بصوا، يا اما اعملها كده على طول مباشرة، مش مباشرة يعني تتلبس كده، يا اما كده واروح جايباها بخلاف، يعني اخليها باكس كده. ثواني انا عايزه انا هوريها لكم كلها، تبقى كده من الظهر لو هي واضحه عندكم، يعني بحيث انها تبقى اكس من ورا، تمام، وتتشال كده. طيب احنا عايزينها تتشال بالجنب، وده كان اكتر سؤال جالي، عايزين نشيلها بالجنب، نشيلها ازاي؟ استنى افكها الاول. احنا جبناها كده هنركبها بحيث انها تكون مش عكس، مش معكوسة، هنركبها كده زي ايد الشنطة، والايد التانية برضو هنركبها زي ايد الشنطة بحيث انها تبقى كده. بصوا هي عاملة ازاي، وبعدين انت هي كده واضحه صح؟ بعد كده هبدا اعملها كده. اذا البيبي راسه اهي وانا شايلاه كده، وصلت يعني واضحه تقريبا، سهله جدا في الشيل، سهله جدا. ممكن امشي مسافات وانا مش حاسه انها شايله اصلا، مش مضره ليه، مش كاتمه على نفسه، مش ما فيهاش مثلا حاجه حديد من ورا او حاجه معدن من ورا تضايق ظهره. وطبعا انت بتكوني لازم تكوني ملبساه، تعالى تعالى انا ما ينفعش اسيبك اصلا، لازم تكوني ملبساه حاجه تقيله علشان او حاجه تحميه، ايا إن كان، سواء انت وانت خارجه اصلا لازم تكون لابسه حاجه تقيله، مش في شتاء بس، يعني حاجه تحميه من ان هو يتلوي، تحميه من ان هو يتني، تحميه ان هو يتمسك غلط. يا رب اكون عرفت اوصل لكم الفيديو. انا مش عارفه طبعا استاذ انس عمال يزن جنبي، هو اصلا دي طبيعته، يعني ما بيسكتش، مش عشان هو مثلا جعان ولا لا قدر الله تعبان، هو بيحب يزن على طول، فهو طول النهار زن. ربنا يبارك فيه يا رب ويرزقكم احسن حاجه في الدنيا. السلام عليكم. Thank you.